احب على يدك. لا 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 يا بنتي حقك عليا الله. لا خلاص ما يعني انا كنت محسبك يعني رجل شرير. هو في شرير يلبس جاي ليه كده؟ لا كلهم بيلبسوا مخطط بالعرض الله العظيم. انا عموما استأذنت ان انت تيجي معايا تشوفي البضاعه اللي في المحل، وهو قال لي ما عنديش مانع خدها وروح. على فكره اديته العنوان وقال لي هيخلص مشوار صغير ويجي يحصلنا على مشوار صغير وهيحصلنا بالظبط. وهو المشوار اللي قال لك عليه ده انه هيروح يسحب فلوس من المكنه ويدفع فاتوره المحمول؟ لا هو قال لي هيدفع فاتوره الموبايل للامانه مش المحمول خالص. ايه يا عم فخري خريه الله ايه يا الله انت عامل شرير وانت اصلا طيب حقك عليا والله العظيم. لا يا بنتي ولاد الحرام خلي ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه، ربنا يكتر من امثالك. شكرا شكرا. يلا نروح المحل عاد. يلا ايه نستنى الكبير. طيب هو هيته ده يفوت في الحديد يخلص مش والله احنا اللي غلبنا وانت. طبعا يلا يلا عم يلا فخري يلا تسنى يلا تسنى. طب يلا. انا ماشي يلا ماشي يلا. انت بتسجلني ليه يا عم فخري؟ امشي. فين المحل بتاعك ده؟ خلاص هانت هنركب حاجه ونوصل على طول. نركب حاجه؟ ليه هو بعيد؟ لا مش بعيد، هم خطوتين ثلاثه اربعه كده هنوصل. طب والكابيه؟ لو عايزانا نستنى نستنى بصراحه يعني. استنى؟ مش انت اديت له عنوان؟ خلاص يبقى جاي وراك. بس انا مش عايزك تبقي قلقانه يا بنتي، لو قلقانه يا بنتي خلاص. بنتي بطل طيبه. بطل تبع عم فخر الناس هتاكلك. ده مش بعيد حد يخطفك. ايه حرام عليك. يلا هي دي اللي عامله كل المشكله. تعالى تعالى تعالى. انا انت خايف ليه؟ هوديك والله المحل. ماشي معاك. تاكس تاكس. تعالى يا اخويا تعالى. اركب جنبك. احنا مخطوبين ما تركب جنب السواق. ها ليه؟ ماشي يلا اركب. بقولك ايه، ما تديني موبايلك يا بنتي، اصل موبايلي فصل شحن. ليه؟ عشان انا عايز اكلمهم بس يعني يجهزوا اللطقمه اللي انت عايزاها وطلباتك كلها لحد ما نوصل يعني. اذا كان على الطقمه حاضر يا عم فخر اتفضل. تسلمي يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ما شفتيش مرتي. مرتك مين؟ لا مؤاخذة لابسة جلابية نبيتي وشال اسود وقصيرة شوية. مش دي المدام السعدية اللي بتحب الليكرة قوي؟ ايوه هي دي، عاشقة للليكرة. فين هي؟ مشيت من شوية. مش طلعت فين؟ وانا مالي يا فندم؟ هي مشيت مع راجل كبير في السن كده، يعني راجل عجوز كده لابس طاقية ونضارة. واه دي مواصفات عم شكشك دي. أقدر أساعدك في حاجة؟ لا لا شكرا شكرا. الرقم الموجود مغلق أو غير مغلق. رقم واحد مغلق.